بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما ذاتك دعوة ياشا كحيرن بوغا يغا فيسبوغا وحلقة دي صدوني الله بعد يتحانه يسلسلة دي سؤالها فيسبوغا طنا الأولى تونسوا رد بأنك سوى قاضن دونا إن شاء الله تعالى سؤال شو هو الرئيسي كوباد قف كسائل كحولي وقف أرضي وقرآن كبرتان هاي قرآن كان لغي سنة يبان لغها قشادة مركو أخريان كدب أخريا هذا قرآن كونا وحيه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لغي ستوا آموسى أرنتا محي الدين تكقبتا ملئو قليا هاي إنا كدب أخريا سرا جوابتيدو قرآن كمركي لا قريه إن لا آموسو اسكو وذا حكم ماه دو قاركي واجب يهي قاركي واجب ماه هدي صلاة فريضة دي لغو تشيرو وإمام كفاتحة دي أقرن أيو أدوغن إنا دا خريضة دو باهانتا دو فاتحة دي لما أيو سورة كده انتو أخريه سورة كدن بيس أقرن أيو أدي أنا فاتحة دي نا دا خريضة دو باهانتا القرآن كلا أقرنا ياي هدي وتعدي كتيره ودرس كجبار ديري طريق يسوق يدكام ذي اللي جن عسية بقرآن دار لشذي قف حاجات كسيه بعيد يسنو قبصدو وباعي هاي لأنه قاب كان الله شذي اللور ديري ما دام التعدي كتيره وش ما إنه قف كل دقيستو عمل كسيه ودمبا ومالس كديو تنوع من هذا الباب يو هدي براشايته القرآن كبرشاديسو نبي عسلم جبريل بو كدب أقرن جري وحالو بلان قاضي ثم إن علينا بيانه أنها كوح عدين دورنا ضدكو ينتا كلاسة واحدة ما نضوي هايستان مجران وحافي عن سياد خلافكو غبحدو انتا الكدب أقريسو مركو أقريو يناد هكيسو سيادو أقري داديقونا تدمان عليكو دافن لكن القرآن كدقيسو آموستو واجب مر والبع معها وبالله توفيق سهل كحيق الله واضح حولي هاي بعد ذا أن مساجد كاللقبع فين كارين واته عرور أما داد كاللومي أما اللوايو ما اللقبع فين كارا مساجد وحال لبع فين أي هاي ويكال الدوان تهي هدو قفت بني آدم وداد أي هاي واللواي إيه هدي ويه هاي حولة إيه مال إيه هانتي حديث الرئيبتان كوحيكو سعرورتي وبعد ذا حولة ضد معها بعد ذا حوله النبي عليه الصلاة والسلام فإن المساجد لم تبنى لهذا تاس لومر لسن مساجد وحاوكها اللي وحيه هاي بعد ذا حولة وحكامتي ذي سيدا ليه لينا لفهفاهيي لا أحكامت اللفافاهي بان كد بقمين آدمه ولا حديث وحي كتمد إلا قهد لي بان أهين مداس حديث لو رحمت بان مركا مدن إلا ملاحظه وإن لك مركا لك لقاد أي كسا ليسنت ومركا كوباد أحكام ضال وحي كسا أروري شرعه وحوله يدد معه لقصوا بالله نادى مساجدك لغا بافين ايو لسيم مارو سيد اللون نادين ايو مركي مساجدك النبي وديدي سيد اللون نادية لإذشاغي مدد اللون نادين ايو على مالاتين لغو أقونصد كدب حوان كدالان ايو انتاس احكام تا ضال لذي النصوص تا الشيك تايو لن احكام بني آدم خصي سماح هدي اللي يرادو اللد عمل مساجد لم تبنى لهذا هل كاون باو حلقة فيرين كراواز أسو نقنية من لبادنا آدمها اللوايي إيقفك عانتي قلية إيا حورها اللوايي أما اللومي إيقفك عانتي قلية وكال أحكام دوية حوروه مركي أدباعي ذاك عانتا كوليكتو دمانا دادي قلية هدو ويحي سو قارة هديات كو قادة اندية داد كو قادة إسكا قادة إيو أمانا دا حسامة يالانية
تدمانا كو قادة هدو حيسو غارة ما ديگا غابسية غابوت فال كادي ميد باچيرة بس مجرى ساماين إيسا دمانا دالي اسكوليه بنادم كل لكن دمانا دمقالو ولذلك قاعدة هي قفك حرقيه لا يدخل تحت اليد كعاني ملكي مقالو أحكام تان ملكي قريتان كان لما وداو صدرت إذا ما هي كان وفرق انت وحادير نصوص تقار كم إذا وحال لقد ديهان كرا أما لقد ديهان كرا إن بس هذا مو كان مساجدك كان ذنتو دو آنا إدباع طلاهين وانا مدى كوسا ليسا إن باهيدي قفك أوقبي مساجدك لغن ناديو ضدك وحلوه ديو نبي عليه الصلاة والسلام قال مضره مجتاب النماري بجمد وباهي كموقتي مساجدك يستغو حلور نمان كاسا يمد وباهان وحسوك صدر در قفك هدي باهيدي سي وقاو ترينيهي وقاو تيسينيهي عني عبتان بو باهن يهي وارضان يهي ودر بو باهن يهي هدي باهيدي سي مساجدك لغا استاغي كريو وضدك اللوي دين كريو أوسو غرغارة لديه كارا ياهي وكدوان ياهي مساجدك مركا ليرا هذاي آدميه يددك حوله وكدوانيه ولهذا هدي باهي ديسي يحاجة ديسي مساجدك إن لغن ناديا اي نقطي وآن يسو غلين سيدا أصل كافة إن المساجدنا لم تبنى لهذا آن يسو غلين إساقي نفتي سي يهلستي سي من باب أولى إن يبناناتو آن يسو غلين انتا سواسي كوبا مقام كسؤاشان انتا كينيا ان شاء الله تعالى سايل كحيق وحوليه وقف وحوليه ويلان للي ايا كشاقيا بانجي مدام كقالة كشاقيا بمعنى ربايا انترست وكشاقيا وحولي العقته ويسي حرال ما اين نقونا يسا انيك هذا كاو حان كفهمي كاريا قف كاني بانجيها ان لقشاقيا اني حاران تهي واقرنيا ونقطة الرباط الله غشا قيانا نبي عليه السلام الرباط آدو حاران تنمي قيب كميدون باتسو قليسة وحانا الأولى عنا ذي كاتبها وشاهدها لبدا كلا قادانا يسمرك اللقابة صوته كان وحكا لقورة يهي ديوان قلينا يهي كان مرخاتيقا كان نقونا يهبا لبدا با يهنا لقو داري قفك كشا قياي انتا قيب انبو ستوس اما دادبانو قسو قليا صدرت الشقادة الرباضة يوحى كله لها كبائر تاهنا اللي اسكدهي قفك وحي وكهي ليوا حرام لكن حرام بعينه ما هاني حرام بكسبه واي كدب قفك وحال دون يا انو اسلافي حوراها سيدا كسو قلي حوراها اسلافين يدنتا قود يددك باهم بالسينة قفك روسينة اما والدة اما حكتة اما قرابة هدو يهي قف ددك باهناءه إما أنت حوالها أنه لقى حلال نقونا أي كبحي لها أيان هدو قفكو يهي إساقا ويو بنانا نيسا هديو سن هين أما بنانا مكا قفك سائل كادي إساقا ندي بوسو علينا يا سؤاشي سوي هديو متهي قفكو قمانا يدنقود أما ددكي باحنايا لسين لها هلك لقى حلال نقونا يا متهي هدا اللبضا متهي ويكو بنان تهي هدي كلنا دي حوالا حارانا أوضان جهدي لو حلالين لها هين حراش وايد على هين إن القضاء تلا موقرة سائلكم حولي هاي قفك إمامك هدو مرول بقى تحياتك قدام بيا سلاديس لوكت بيدح كفر يستو قفك مأموم كام حو سمينا يا حيابا السنن كصلاة إن لا سمي أي تاي إمامك يا مأمومك كده حيا ويلي بقاق سواش وقيبتي تهي مأمومك خوصية مأمومك وسامين كرا وحي آن مخالفو كهر إيمانا يسا إمامك الرائتان كيسا آني كينين وحاس أما فعل لسامينا يهان نغضو أما وحل الأقرين يهان نغضو قرادة وحاكمي ذا ملك الله تكبير صدي إمامك سوها دو افتتاح الدعادي كتاقو مأمومك وآقرين كرا مرك إمامك ولا الضال لنا صلاة دي سيرة هذا هدوسا آمين لهن أمومك وعليه كرا وهكذا أفعاش صلاة أوه تورق يا افتراشك أي كميتك يهين إن لقت الغفار يستو يندن عكال الله بحيو إيه مرك الله تحياتنا يا فرطة إن لا تهو
iyo waxa la midka malahan mukhalafa ay keenayso oo imaamkii la khilaafay ku dayashadii iyo la socodkiisii ka hor imanaysa ma saa darteed sunno kasta oo qowl iyo ficil salaada oo ma'muumku hadduu la yimaado imaamkii imaamnimadii lagu raacayay iyo la socodkiisii aan wax u dhimaynin ma'muumku uu samayn kara hadduu ka tagana idin marka horeba sunna ahayd oo ka tegitaankeedu waa bannaana hadday sunnadu keenayso inuu imaamkii mutaabacadii raaciddiisii khilaafo oy wax u dhinta looma ogola tusaale ahaan haddaad ugu rumaysan tahay ama ku qalacsan tahay qunuudka salaada subax inuu sunno yahay imaamkuna uusan qunuudin ee sujuudo anugu waan soo qunuudayaa lama ogola waayo isna waa sujuudo sujuud labaad buu sii galay an allaahuma hadina baad la taagan tahay lama ogola waxaa lamid a ataxiyaadkii dhexe haddaanu nidhahno waa sunno oo imaamku ataxiyaadkii dhexe ka tago anigu ataxiyaad baan isaga fadhiisanayaa lagaama ogola raacitaankiisu waa waajib kanna waa sunna kaaritaankaaguna mukhaalafa iyo dabamar weyn buu muuqduu keenaya saa darteed qaacidada ay tahay inaad qaadato waxaa weeye sunanka imaamku uu ka tago maamuunku waa samayn karaa qowl iyo ficilba haddii aanay keenaynin imaamnimadii uu ku day ugu dayanaye ula socday mukhaalafadeed muuqata haddayna keenayn saa'ilka xiga ee shanaad wuxuu leeyahay qofka muslimka hadduu shaydaan waswaasiyo oo niyadda ka dhaho diinta waan ka baxay islaamnimadiisa wax may u dhibaysa asalku qofka waxa loo qabto ee uu diinta kaga baxo waa saddex midoon imaa qowl inuu ku dhawaaqo uu diinta kaga baxayo marka xukunkii qof diinta ka baxay baa la siinayaa imaa inuu sameeyo ficil uu diinta lagaga baxayo imaa inuu casiime iyo go-aansado diinta inuu ka baxo hadal uma baahno waa gaaloobaya diinta waa ka baxaya laakiin hadday tahay wuxuu wasaa waswaas iyo nafta isla hadasho oo shaydaan kusoo daro saa dheh iyo waxa weyau yidhaahdo asaata uusan go-aanna qaadanin afna kaga hadlin ficilna u samaynin waxyaabaha cafiska ay ka mid tahay nabiga nabi caleyhi isalatu wasalaam uu yidhi in allaha tajaawaza can ummati maa xabdathat bihi anfusaha maa lam tatakallam aw tacmal haddaan afna ka soo bixin adina laga samaynin waswaaskaasi waa la cafi nabigay u sheegteen saxaabadu sal alay slam radia allahu canhum shaydaanku wax badan qalbigooda kusoo ridayo waxyaaba aynan afka kasoo marin karin oo cirkanay kasoo dhacaan oo dhintaan ay ka doorbideen afka inay soo mariyaan inuu kolba kusoo tuurayo kusoo tuuraya nabigu wuxuu yidhi awah saa miyaa dhacday daka sariixu liimaani iimaanka saxda ee cad sidaa wey sidaada maxay tahay inaadan afka soo marin karin oo waxaasoo kale aadan kuba hadli karin sariix iimaana wey tan kale maxay tahay wuxuu ku yi nabi calayhi salaam wuxuu yi alxamdu lilahi aladii radda kaydahu ila alwaswasa ilahay dhagarta shaydaan waswaasin iyo huhaadaa qalbiga marmar lagu wareejinaya ku ekeysiiyey tusaalayo buu nabigu bixiyey calayhi salaatu wasalaam inuu shaydaanku si tartiib tartiiba kuugu imanayo waxyaaba saas kan yaa abuuray allah kan yaa abuuray allah kan yaa abuuray allah horta allah isaga yaa abuuray inuu ku dhaho shaydaanka taa iska naartaa marka waxaa la rabaa inaad halkaa ku istaagto saas darteed wasaawistaasi ilaahayna halaga magangalo shaydaankana hala iska naaro intay waswaas tahayna waxba qofka diintiisa ma dhinto saa'ilka lixaad wuxuu leeyahay xaaskayga ayaa waxay igu tiri ifur anigana waxaan ku idhi haddaad doonaysa inaan ku furo lacag isi oo isfuro waa ay iga ogolaatay inay lacag isiiso laakiin hadda lacagtii inay bixisa ma doonayso ee muxuu xukunkeeda noqonayaa sidaa ma iiga furmaysaa masaladani waa masale qado iyo xukun u baahano maalna soo galay heshiis iyo caqdina uu tilmaamaya ninkani soo dhex maray isagii xaaskiisii haddana bixinteedii iyo atharkii kraadkii ka dhalanaya la ysku hayo waana su-aal jawaabteeda la rabo reerku ma dumayaa mise waa dhaqmayaa in lagu saleeyo iyadoo dhinacii kalena heshiis buu galay iyo xool uu bixin waayey iyo wuu aqbalay laleeyahay masaa'ilkaasoo kale masaa'il fatwa mehe masaa'il qadaa wey oo masaa'il u baahan labada dhinac in la wada dhagaysto wixii su-aal u baahan laga weydiiyo markaa xukun lasoo saaro ama qaadi soo saaro
أما إذا اللبضة يحكون ليتينه حكما من أهلي وحكما من أهلي أي صو صار كمسألة فتوى ما مسائل كنوع حصو كليتا سائل كحيقة تدوا ذو حولي هاي هدي مرن لشاسة قاعدي لغم ما يرو أما لغو دقا قسالة دارك مظاهر مظاهر نيسا أما در عرورات أو كاذلة هي در قفوين لإسكولام ما يرو قسالة دارك مظاهرين إيسا وما لغو تكن كرا جوابت وها طاهر بن قليان وعنوني قسالة دا مركا لغو شوبو دارك بيهان لغو سيدايو قسالة دا أوتوماتيكا غارهان دورت بيه وي مران مرضنا وي قد قد دي سنتا دي سابين لغو داري هدان لغو دارينا بيهاسي واي ماران داركي ودان بيريهي مشينكي دارك تابان ايان بيه واي ماران كد بيها واي بحان كوا كلا يماد اياغانا انتي ان لأك باي مارانو يوريشيانو يوذا قادان هادعي كرتصد حاذي افراضي الشنات ساسو كلين دا وقت الار بيسوحطا بيهي مركا ودان بايسا نظيف باي نغدان صدرت النجاسات كا كادي دي الله ميتكا حكمي نجاس الحكمية اللي يراهدو waxay ku taahir noqotaa biyo ka badan inay meeshii maraan haday biyo maraan ka badan taahir baa noqota sidaas ayay noqota haday biyaha soo baxay iyagoo nadiif ah soo baxaana oo midabkoodi iyo caraftoodi waxba isbedelina ayna nijaasa bedelina biyo taahir ay noqdaan haday waxa nijaasa ahayn bedelina taahirun fi nafsihi baa noqdaan mutahhir ahayn صدرت بيه بدن نوا مران برتي نوا مران دركينا ميلا كلا دوان بي كمران نجاسدا كاديدا اي وها لا ميدكا اي عين موقته لا زولينيا ان لهين اي نجاسه الحكميه لا يراد قسالوين كان غاران اوتوماتيك اي بيها بدن مريان مركا دمر بيو نظيفتا نقريان دقيتان ويغو فيلانتا بيها كسوبخنا مركا دم طاهر وي سائل كخيغا وحوليه هي islaan eedadaya ayaa ninkaadii ka dhintay iyadoo xaafadayda joogta laakiin asagii lama joogin mise xaafadeeda joogtay marka ayada intii asayda uga harsanayd way ka soo tagtay xaafadii oo rimo xanuun dartood ah waxaana soo dhawaatay waqtigii asaydu ku ekayd marka meesha ay joogto ma ku dhamaysan kartaa بصحافة دي هي أنه قنيسة قفك دمرك عدها دي قشو أصلك عدها دي وانا يكون لما يسات قريقي أي تكني أما هلاها أما سفرها كده كانت قريقي دي يكون لما يسات ويوحى واجبك وانا قولك جمهور أهل العلم أي قبان صادرت قفك سي قريقي دي إنه كتك تقيم عدها دي كمدة لما أقوله in marka duruuf iyo cudur daar u jira maana xanuunka uu sheegay saailku haduu yahay xanuun dii halka ayna la joogi karin cid kaga warqabtana aanay haysanin marka daruuradku maxduuraadkay banayaan daruuradu way banaysaa wixii kale hadii kale marka hore inay joogtaa lagu lahaa markastaba inta ciddada ku jirto inay ku noqotaa laga doonayaa maalintii waa bixi kartaa isbitaal bay aadi kartaa shaqay soo shaqaysan kartaa laakiin deegaan iyo hooyageedu inuu gurigeedii yahay baa la rabaa ciddadu ay ugu soo gashay haddii waqti uga dhiman yahayna ha ku laabato saailka xiga wuxuu leeyahay hadday tiraad xaaskaygu waan soomanahay soomaga soonka ay sooman tahayna uu ahaa qallo ay ramadaan qadaynaysay aniguna aan u baahday kadibna xiriir gogoleedna dhex maro ma dambaabaya kafaara gudnima layga raba ama jawaabtina dambaabaysa ah de waajibka in la jabiyo lama ogola marka hore soonku hadduu sunno yahay qofku isaga khiyaar leh hadduunan sunno ahayn oo farad uu yahay ninkana uma banaana gabadha soonkaagii jabi inuu yidhaahdo iyada soonkeedii inay jabiso uma banaana taas waa dembi inay istikfaar iyo towba la yimaadaan ay u baahantahay kafaara ma ka waajibaysaa maya kafaaradu soon waajib kama waajibtee
صون رمضان بي كواجبته صون كواجب كان صون كرمضان كليا ما هانو كو كفارة لقودانا يا جرى كو نذر كو واجبي با جرى كو قضاء جرى صون كو إنو واجب يهي او جوجل الحرير كان لقود شبيهي كليا ما هاو حا كفارة دا كان كفارة دو إنو يهي صون كر بشي رمضان مردي بشي رمضان وكسو بحي واجب كيسين لا ما يسترى واجب إن سياس لوجه بيانا لما أقوله لكن كفارة ما لهنو وقتي كفارة ذو أي واجب يسي وقتي غماه سألك حيو حولي هاي وحن ربا حج كنا نادو قفكم حد مدى سؤاشني ما قانو إما إنجليس كو كسو قري وايا العقه هو قري هاي على مدي باون كي وطان حيو حاجي رشركة دادك حاجك كو جاية شنبقل oo koola bixinayo kadib marka xajka ka soo noqotana bishiiba canton pound baad bixinaysa xajkaas ma jira bimaana xaj baan deyn baan ku tagaya horta dadan haysanin xajkaas waajib kugu ma ah laba hadii ay dhacdo adu deyn intaad qaadato inaad tagto xajkaagu waa ansaxaya deyntina xuquuq dadoo lagu leeyahay bay noqonaysaa iyo waa inaad iska bixisaa إن الدين قاعدتوت كوحجيدان الدين بماها هدان دين تاسي ربئية وحق لميدو الله سعود آن الهين سهل كحيقة بحولي هاي مرمركة قاركود وحاي مادة دادو القضانية مركاس أيي إدهان مرخاتي نو قل معناها أما نو نقو مرخاتي دو دوكومنتيغا صحيحة يو dokumenti la saxiixayaan marka qaama ayaa marka qaata lacago bay banaanta sidan waxa la yiraahdo masalada mashhuurka ah ee la yiraahdo akhdhu al-ujrati ala shahada an marxaati dad u noqoto inaad xirfad ka wadhigato lacagna ku qaadato marxaatigu waa laba tan hadda uu ka hadlayeen ka hadlaynaay waxa taxammulka la yiraahdo way marxaatinimadii inaad aqbashiyo inaad furtaha dhowa kala law inaad markhaati furba loo baahan baa dhici karton cid bay isqabsan oo aad u badan markhaatiga qaadidiisu inaad markhaati noqoto ujre iyo lacag ma lagu qaadan karaa masala khilaaf aan noqoto laakiin as-saxiixu nacam waana qowlka muctamadka cinda asxaabina shaaficiyada qowlka muctamadka al-asax fi al-madhab طبعا عموما شافعية المالكية على اللقب تيو الرواية عند الحنابلة يلا ماذا هدينا الذاكرة ذا حصوص تايدو إخيام المعنى مصالح عامه وقوده وحي نقون كرت مرخاتين لحام باراي وفرضه كفاية وحيابها واجباتك كفائي يددك قيب هدي قبطان قيبتك لدنبك كرد عيا سيدا مرخاتيغانا وجرين لقوقا توابانان تاي سيدا آذانك يوم مؤذن ماذا إيو إمامك إيو معلنك يقو حبر يددك إيو فروض الكفايات كاسي اللا ميتهاي لغو قادنه حتى لو تعين الأصل كيدو فرض كفاية دي حوكا ما بدليسو صادر تهد إن لغو قات وجروي برنانته وحيات كوه شيسان قودة شده ده ويتان لغو قولين عند الجمهوري وحلغو قاتو سايل كنك لو حولي هاي وحانا بغانا كسوغان صلى الله عليه وسلم قف وقف مسلم وولالك وكم بقان ادعيه إن ملايقة يدعيه نيسو إن تاسو كلا الله كسيه نحيس قف عن أفقاب كهل دان نياد اوغا دعيه تاس مهيليا مايا نياد دان مركاد اوغا دعيه نيسو معنى يادو خير بالله تشعشه وي مادان دعيه دعادو إن هاد أفقا كغاها داشو باي دعاكو نقوتا دعادو نوا باريو إلهي ناد باريدو ساس درتد وحا حديث يا نصوص تو كهد لياني أجر كيو ملايك تكو دعاني سوالك بمثل مركا هذا الشوي الأري كو هذا الشد دعاه أي ورالك إله وحايا وحاسي قفك إله دنبي سرداف إله عذر كاقا إله خير سيع هذا انت كلا ولغي أبان يدا أجر لغاسيو لكن دعا ما سيالك ودن باي سواش ودن باي سمانتا وحولي يا هاي aabahay wuxuu duugnaayo dhintay 16 sano kahor waxaa lagu duugay meel hadda
loo qoondeeyay in jid iyo wada laga dhigo. Meesha ma laga saari karaa oo qabri cusub ma lagu duugi karaa. Haddii la soo bixiyo meydka ma lagu tukanayaa mar kale. Dabcan waxay ku xiran tahay dadka khubarada inta la weydiiyo. Qubuurtani dadkii lafihii ma dhammaadeen mise ma dhammaan? Hadday lafuhu qubuurta dhammaadaan, qubuur cusubna aanay jirin, waa la intifaacsan karaa ama jidha laga dhigto ama guryaha laga dhigto ama beeraha laga dhigto. Haddii ay qubuurtii wax ku jiraan, meeshiina maslaxad iyo dangu looga maarmi waayo, qabriga inta la saaro meel kale waa la gelin karaa. Laba dhacda labadaba way dhacday. Dadkii reer Uxud shuhadadii ahaa markaa hadda Madiina tagtaan Uxud, halka ay qubuurtu u badan tahay ku aasan tahay ma aha meeshii nabigu ku aasay sallallahu calayhi wasalam. Nabigu markuu aasay laba arrimoodba way dhacday, meelna uu ku aasay, qubuurtana laba laba iyo saddex saddex ayaa loo gelinay. Jabir ibn Cabdillaahi wuxuu warinayaa in qalbigiisu ku degi waayey aabbihii oo dad lala aasay. Muddo kadib nabiga gelidiisii kadib sallallahu calayhi wasalam inay jeclaysteen oo ay tageen oo ay qabrigii fageen oo ay ka soo saareen oo ay qabri keligii a geliyeen isagoo sidiisii oo in yaroon dhabanka aada moodeen uu yar xukumay. Dabcan Uxud oo sanadkii saddexaad ahaa, nabigu sagaal sano oo nabigu calayhi salaatu wasalaam toddoba sano kadib dhintay bay kadib soo saareen. Kadib waxaa dhacday xilligii Mucaawiya radiallahu anhu ardaah ay saxaabadu tuurayhiin Madiine joogaan, ayaa meelo tuubooyin ila biyo ah in loo sameeyo Madiine la doonay. Meesha ugu habboonna aaggaasay noqotay. Dhowr meelood inta la qodo oo biyo laga gaaro oo la ysku xiroori hoosta laysaga dureeriyo, kadibna beeraha iyo dadka biyo looga dhigay noqotay. Meeshay qubuurtay ku soo aaday, dadkii baa loogeysiiye oo waxaa layihi qof waliba meydkiisii ha u yimaado oo ha ka saaro. Waa laga saaray, meesha hadda ay ku aasan yihiin baa la geeyey bay yidhaahdaan. Saxaabaduna waa buuxeen, saxaabadii baana samaysay, meydkiina waxaa qubuurtii looga saaray oo meeshii loo intifaacsaday maslaxo caam ah oo guud. Hadday danta guud timaado, meydkana waa la soo saari karaa, meel kalena waa la gelin karaa. Ma lagu tukanayaa uma baahno. Haddii horey loogu tukaday, mar kale in lagu tukado waxba uma baahna. Intaasaan kusoo gabagabaynaynaa su-aalahaas xalqadeenii 32-aad ilaa xalqada kale ee 33-aad aan isaga imanayno. waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.